نروح دلوقتي لدينا شرف ونعرف منها أخبار الطقس بالتفصيل. دينا، فعلا يا أحمد، دلوقتي جه معتنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، هيكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كان في صبح شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل في نشاط رياح على بعض المناطق. تفاصيل أكتر عن حالة الجو معنا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة، خصوصا أن امبارح الجو كان بالليل لطيف جدا لدرجة أن الناس كلها كانت بتتكلم على أن الهواء يعني كأن احنا خلاص دخلنا في الأجواء الشتوية، وهل فعلا كده قربنا من انتهاء فصل الصيف؟ احنا بنشهد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على اغلب مناطق الجمهورية، في زيادة لفترات سطوع اشعة الشمس خلال فترة النهار، لان احنا بنتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع استمرار وجود نسب رطوبة هنحس بيها خلال فترات النهار، وده هيزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات على اغلب انحاء الجمهورية. عشان كده الطقس خلال فترات النهار طقس حار رطب على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، أيضا القاهرة الكبرى. هيكون شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وزي ما ذكرنا مع وجود نسب رطوبة في الجو. خلال فترات الليل هيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، هيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، فبالتالي ده اللي بيخلينا نحس بالاعتدال الكامل خلال فترات الليل على أغلب المناطق الشمالية، لكن المناطق الجنوبية بيكون عليها الأجواء فترات الليل أجواء مائلة للحرارة. بالإضافة كمان في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل متوقع استمرار تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى القاهرة الكبرى سواحلنا الشمالية مدن القناة، وده اللي معتاد عليه فعلا الفترة دي، إن في شبورة مائية مع طبعا إن درجات الحرارة مع رطوبة مرتفعة شوية لكن درجات الحرارة معتدلة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. هنتابع مع حضرتك طبعا يوميا الحرارة، لكن خلونا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحرارة متوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 34، الصغرى 24، العاصمة الإدارية 34-24، اسكندرية 31-23، العلمين الجديدة 30-23، مطروح 29-25، السلوم 30-24، بورسعيد 31-25، دمياط 31-25، السويس 34-23، اسماعيلية 35-24، العريش 31-24، طابة 33-25، كاترين 31-20، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 37-27، الفيوم 35-23، بني سويف 35-23، أسيوط 36-23، سوهاج 37-24، قنا 40-27، أسوان 41-27، الوادي الجديد 39-25، حلايب 34-26، وأخيرا شلاتين 36-28. طمنا حضراتكم عن حالة الجو، تعالوا نرجع مرة تانية لأحمد وباسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، واكيد هنعرف تفاصيل اكتر يعني.